خلال تدريبك لمنتخب السعودية والمنتخب البحريني أو ما بينهما أو بعدهم، هل عرض عليك في أي وقت من الأوقات التدريب في مصر سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية؟ نعم، كان هناك عرض ومحادثات مع بعض الأندية هناك، مع نادي هناك، ولكن لأسباب مختلفة لم تتم الأمور، لم نتفق. كان هناك بعض المحادثات مع بعض الوكلاء المرتبطين أو القريبين من النادي والقريبين من مصر. هل النادي ده هو نادي الزمالك؟ لا أحب الحديث كثيرا عن أو أكشف عن المحادثات التي حدثت مع الأندية. هناك أندية كبيرة في مصر بالطبع، وما يمكنني أن أقول أنه نادي كبير، وهذا فقط ما يمكنني قوله. ولكن الابتسامة فيها الإجابة في كل الأحوال.